أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الناس مكية. اس کی چھ آیات ہیں. سورت کا ایک رکوع ہے اور سپارے کا 29واں رکوع. 39واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية. اس کی پانچ آیات ہیں. سورة کا ایک رکوع اور پارے کا 38واں رکوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد